حلوة هذه السوينة. السوينة ما راح نقدر. تبي نقول لك يعني على سبيل المثال، أنا ما ودي أتكلم عن، أنا عارف كل واحد يمكن أبو محمد يقدر، بس مو حلو إن إحنا نقول شنو سوينا. أنا اليوم لما أجي بتكلم، أنا قدمت قانون مجلس الدولة، أنا قدمت قانون استقلالية القضاء، أنا قدمت قانون المحكمة الدستورية المستقلة، أنا قدمت قانون مكافأة نهاية الخدمة، أنا تقدمت بإنشاء لجنة مؤقتة تعنى بالإنسان الكويتي، لجنة تنمية الموارد البشرية، أنا قدمت محاكم الأسرة، أنا قدمت مراكز الرؤية، أنا قدمت قانون مخاصمة القضاء، وهذه كلها قوانين صارت. لكن إحنا قاعد نتكلم مو بصدد إن إحنا نتكلم، أول توقيع إلكتروني في تاريخ دولة الكويت وزارة العدل، أول إعلان إلكتروني في تاريخ دولة الكويت وزارة العدل. اليوم تعال شوف وزارة العدل يجونك لكبار السن ذوي الاحتياجات الخاصة، المرضى، المرأة المعتدة، ترفع سماعة التلفون معاملتك كاملة، أخذ منك بس رقم تلفونك، أعطيك كل الخدمات اللي أنت تبيها. اليوم وانت قاعد في بيتك تبي تسوي وكالة تسويها. احنا قدمنا قانون معاملات الكترونية، وتذكرون كلكم وانتم كنتم فرسان معانا في مؤتمر التشريعات الالكترونية، احنا قدمنا قانون جرائم تقنية المعلومات، قدمنا قانون هيئة الاتصالات، قانون الاعلان الالكتروني، وغيرها من قانون الطعن المباشر امام المحكمة الدستورية. ما اقول لك مو مستوى طموحنا، والله العظيم يشهد الله انا كان ودي بعد، يعني كان حلمي ان اخلص قانون مجلس الدولة. منو حاربنا بمجلس الدولة؟ هذه لها قصة ثانية. رغم ان هذا القانون يعني فعلا كان يحد من الفساد.